أعزائنا مشاهدي قناة كوب سلام، مرحبا بكم. نحن الآن مباشرة أمام مقر وزارة التربية والتعليم. لقد تم اجتماع وزيرة التربية ماريا بنغفير بالوزير العمومي، وقد تم الخروج بقرار نهائي بخصوص تنظيم دورة ثانية لبكالوريا 2016 في النواة المسلمة. مراسلكم القيدش من قناة كوب سلام. نوضة وليدي نوض شطيبو نوض شطيبو نوض نوض وليدي نوض الباك شطيبو نوض نوض الباك تعاود شهيد الباك أمي عاودوا فيها وليدي والله عاودي نوضة نوضة تلعق على أخوك اللي يقرأ ها عبدي قلت لك نوضة أبي أبقى خليني يرقد أبي الباك عاودوه الباك عاودوه جيب الباك ها معاود انا كي قلت النصار في الليل انت شو كنت تدير تلعب في فيسبوك ها روح عاود الباك روح السلام ورحمه الله وبركاته جهاد انا والقرا هذاك ماشي خو اسلام تي هذاك ما يقرا مولو خاوت وراه عيني قرا وقاعد يتمسخر لنا من تقرا يا مولو اني بين نصحو في وجه الله انا والله راني بين نصحو في وجه الله غاضني هذاك بنادم والله غاضني الله يهديه وخلاص امين السلام عليكم شاطركم انا مرادي هذه جماعه الطيقه مستحقون مستحقون خير نقول لك الطيقه جماعه اني جايه انت كيف قاعد الدور هكا اصحابك يقراو خوك راه باقي يقرا دوك فات عليه فاميزون جاني يقرا انت قاعد الدور هكا يا عاد انا نضرب الخدمه وكاع خرجونا السوجيات خدمتو كاع بصح انت شوف الحاجه انت خرجوا خمس سوجيات هذيك مصداقيه تاع باك لا بالي عاد ان شاء الله خدمت انا المره الاولى عاودوكم الباك معليش مش حاجه واعره اقرا على روحك مازال دير تهضر فيه مازال الوقت عندك روح لبيزي نهضر لك مع الشيخ انايا ونقول له يتهلا فيك ويريق لك ويزيد يعاونك وقرا على روحك ان شاء الله بربي وتجي وفيها خير وتروح للجامعه خير من تقعد لنا الدور على روحك ان شاء الله هذه معيشه عجبتك انت كتقعد الدور برا وكاع روح اقرا على روحك وتجيب الباك ان شاء الله بربي وتروح للجامعه مع اخوك ان شاء الله هيا خويا راه اقرا على روحك وتهلا في روحك ان شاء الله غير هدرتي في راسك ان شاء الله السلام عليكم هيا السلام عليكم تهلا في روحك نوض الباك راه باقي له يومين نوض حط ذا تيم يوم خويا بغيت باك نوض خويا نوض قراك في المطبخ قراش اسمع نوض خويا تقرا نوض هادي قرا نوض اسمع نوض انا عندي اصوات جيل قلت لي ما خدمتوهاش تخمم فيا قلت لي ما خدمتوهاش انا خمم فيك ما تخممش فيا انا عندي سوجي دور ما حكيني روح غادي ديك السوجي ما عليش كل عام يديروا هكا معليش صح خمم على روحك راه دار لي جرب نوض اسمع خويا ما نوضش مانيش خوك شغل راك معاون والله معاون ما قاش شغل
تبغوني بليس الدنيا و شنو دور انا واش السوشيال خرجوا من خدمته كاع وما تعاود شي حاجه شي حاجه واحد يقول الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي احنا ماذا بينا ترجع باقي هذه السمانه ان شاء الله يا ربي تقرا وان شاء الله ماذا بينا تجيب الباك في المره الزوجه ان شاء الله ما بقاش في المره تجيبو في الزوجه ان شاء الله الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي.